حاجة يا ابني على الأب مننا إنه يشوف ابنه حزين مش قادر يعمل حاجة يساعده بيها. أنا آسف يا بابا، بس جو البيت هنا رجعني الأيام عزيزة عليا. أنا كنت فاكر إن السنين اللي قعدتهم برا هينسوك اللي فات. مش بالسهولة دي يا بابا. يا ابني أنت لا أول اللي حبه ولا آخرهم. صحيح أنا مش أول اللي حبه ولا آخرهم، لكن بيتهيألي أنا أكتر الناس اللي ظلموا. اللي حصل ده كان ممكن يحصل من أي إنسان غيرك مر بظروفك. انسى الماضي يا ابني، فكر في المستقبل، فكر في أبوك اللي ملوش غيرك واللي أمنيته الوحيدة إن يشوفك متجوز مستقر في حياته. الجواز ده اسمه نصيب يا بابا، ولما الاقي بنت الحلال يبقى ربنا يسهل. بنت الحلال انا لقيتها خلاص. مين؟ منى بنت خالتك. منى؟ ايوه يا اخي منى، بنت حلوه وكل شبان اسكندريه يتمنوها، كمان بيني وبينك العيله موافقه. بقى ده كلام يا مجدي يا ابني؟ تنزل في اوتيل وانت ليك بدل السكن اتنين في اسكندريه؟ اهو تغيير بقى يا طنط، اصل الواحد خلاص خد على جو اللوكندات. يا ابني انت خلاص اخدت على بلاد بره. ده انا كان بيتهيالي هيرجع لابس برنيطه وماسك بايب. خواجه بقى. والله يا بنتي ما في احسن من مصر ورجاله مصر. الله، وستات مصر وبنات مصر، هتنسوهم ولا ايه؟ والله عندك حق، الغريب غريب حتى لو كان في الجنه. اتفضلوا الغدا جاهز. اتفضل يا ابني. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تاكلش كتير، هنتعشى بره. ايه احنا هنسهر؟ امال انت جاي اسكندريه تقعد؟ لا مش قصدي بس يعني. ومالك اتخضيت كده ليه؟ ما تخافش، انا اللي عازماك وانت اللي هتدفع. اكيد. خلاص اتفضلي. انت فين؟ هنا. انت هناك. هناك؟ هناك فين؟ مجدي. انا اتعمدت اعزمك على العشاء اللي انت هتدفعه ان شاء الله. عشان نتكلم في موضوعنا، ناخد وندي مع بعض. مجدي انا عارفه إنك في اسكندرية عشان موضوع جوازنا، وعارفة إن دي رغبة بابا وماما وعمي. وبس؟ بصراحة وأنا كمان، بس أنت مش لازم تتأثر برأي حد، دي حياتنا أنا وأنت، إحنا بس اللي مسؤولين عنها. ده رأيي أنا كمان. مجدي أنا عارفة كل حاجة عن جوازك الأولاني وحبك الكبير ليها، كل الظروف دي أنا عارفاها كويس ومقدراها. معرفش إذا كانت السنين اللي قعدتهم في ألمانيا نسيتك ولا لأ. الأيام بتنسي، بتنسي حاجات كتير. المهم انت جواك تكون نسيت. ساعات بيبقى صعب على الواحد انه يعيش وجواه احساس انه غلط في حق غيره، بس ده موضوع انتهى خلاص.
ترى الحب ده كله هيدوم في قلبك ولا هيضيع مع الايام؟ ده مش هيدوم وبس، ده هيبقى قد كده 100 مره. من اول يوم شفتك فيه وانت عايشه معايا، في عقلي، في فكري، في قلبي من جوه. من اول يوم وانت فكرك ده يوم يتنسي. آسف. عملت ايه يا آسف بتاعتك دي؟ مرة ثانية تبقى تركب جرس في رقبتك عشان طول ما انت ماشي ترن. حاضر. تقوم الناس تعرف ان سعادتك ماشي. حاضر يا هاني. حط هنا. حاضر يا هاني. بطلوا اللي بتشربوه ده. حاضر يا هاني. اهلا وسهلا. ديدي. حاضر. بكام العلبة دي؟ 50 قرش. آخر كلام؟ من غير فلوس. وبفلوس؟ 50 قرش ومفيش فصال. طب 40 قرش هم ومن غير فصال؟ زي بعض، حلال عليك. خلاص لفها. حاضر. يخرب بيتك، منهم؟ يا هانم، يا هانم. بقول لك ايه؟ نعم يا هان. اطلع بالمسائل. مسائل؟ مسائل ايه؟ هودني وما تستعبطش احسن، ودين النبي اخدك مهموزه اجيبك الارض واقلبك زي فرده الشراب، انت فاهم؟ انت بت انت ايه؟ انت ماشيه تتشكلي مع طوب الارض. اوف، اللهم طولك يا روح. يا ابني يا حبيبي. نعم. اب بالمحفظه وبطل لماضه، بدل ما اوديك الاسم ويقولك افاك بمكوت رجل. تعرفي ان دمك خفيف وظريفه وزي السكر؟ والله؟ مش معقول، عرفتها لوحدك دي؟ اصل انا بقى عقر قوي في موضوع الستات. هو يعني عشان مشاكلك حلو ودمك خفيف هتقعد تستظرف وتنشل في جيوب الناس؟ من كل قلبي اشكرك على نص الجمله الاولاني، وربنا بقى يسامحك على نص الجمله الثاني. هيسامحني غصب عنك، بس هات انت المحفظه. بشرفي ما خدتها. يا نهار اسود، امال راحت فين بس؟ يعني الارض انشقت وبلعتها؟ معرفش. دوري كويس في شنطتك وانت تلاقيها. هدور فين تاني ومع كل الشنطه اهي. مش كده بالهداوه الهداوه. اتفضل امسك الكيس ده. ايه ده؟ انت اشتريت ايه؟ مش شغلك. ندور هداوة والواحد يلاقي كل حاجة. ايه؟ مش معقول، ايه اللي جابها هنا؟ اخس. سامحها يا رب، سامحها. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. حقك عليا، انا طلعت مدب معاك. حصل خير، بس تاني مرة حرصي عليها كويس. اه طبعا. هنحطها فين؟ في الشنطة. الشنطة. جوه الشنطة. أوه. جوه الشنطة. أوه. هاتي الكيس بتاعي. اتفضلي اهو. حطيناها فين؟ في الشنطة. أوه. وما تبقيش تتشكلي مع طوب الأرض. حاضر. سلام عليكم. اديني العلبة تاني من فضلك. حاضر. لقيت المحفظة يا ستان؟ إلا لقيتها. ده أنا صاحية ومفيش حاجة تروح مني أبدا. برافو عليك. يا نهار ابوك اسود يا هانم. نعم، في ايه تاني؟ ربنا يخليك ويسعدك تديها لي، احسن ما عنديش غير اللي فيها. وليه؟ ما تاخديني احسن مهموز وتقلبيني زي فردة الشراب. بنت مجنونة وغلطت، سامحها انت وهات المحفظة. ولا اقول لك خليهم يقولي قفاها بمكوه رجل وانا في السجن. حكيم انا بقالي زمان ما اتكوتش. يا سيدي ما تدقش على كلام بنت طايشه، خليك انت جدع وابن ناس، هاتها بقى. اتفضلي. يخرب بيتك، انت طلعت نشال بحق وحقيقي. النشل ده هوايه. والمهنه الاساسيه. والله انا زي ما تقولي كده بتاع كل. ضايع. انت يا بنت انت لسانك طويل كده ليه؟ أنا صريحة وأقول اللي في قلبي وآكل من بيتنا، ولو إني نازلة هنا في لوكاندا. لوكاندا؟ ده أنت باين عليكي ما بتاكليش حتى. هو أنا بس اللي ما باكلش، دي الفرقة كلها ما بتاكلش. فرقة؟ ما إحنا عندنا فرقة استعراضية شغالة هنا في اسكندرية، مكسرة الدنيا. فنانة يعني؟ آه،
ناقص تقول كمان انك ما سمعتش عني قبل كده. لا والله في الحقيقه ما سمعتش عنك ابدا. متاخر. وانا هعمل لك ايه بقى اذا ما كانش عندك ثقافه فنيه؟ على العموم مش هقدر اساعدك. سلام عليكم. طب استني بس استني. انا قصدي قصدك ايه؟ قصدي اقول من غير لف ولا دوران اللي عايز تقوله انا عارفاه. سلام للدرجه دي يعني؟ طبعا. هتقول لي اسمك ايه؟ هقول لك اسمي ياسمين. هتقول لي اقدر اشوفك يا ياسمينه؟ هقول لك ما عنديش مانع. هتقول لي طب اقابلك فين؟ هقول لك ما فيش غير المسرح، هو المكان الوحيد اللي تقدر تشوفني فيه من 8 ل 12. وارجوك ما تحاولش تعرف مني اكتر من كده، انت فاهم؟ لا 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 لا، ده كده رضا قوي. وعلى فكره عشان اكون صريحه معاك، كل يوم حد هكون في المسرح من 4 ل 10 عشان البروفات. كل يوم حد؟ ايوه. من 4 ل 10؟ ايوه. الا النهارده ايه؟ النهارده الحد. ساعتك كام؟ الساعه 4 وربع. يا نهار ابوك اسود، البروفا. واه يا اللي بالك تملي بالغرام مشغول، واه يا اللي فاتك حبيبك والفراق بيطول. ان كنت عاشق وقلبك للغرام ميال، دلوقتي صبيه حلوه تيجي تشوف لك الفنجان، يمكن كلامها يريح بالك المشغول. الهموم خالي تقول لك يا اللي متحير تعالى شب فنجاني، يا عاشق يا اللي بدك مالو داير تحكي بالموال، يا عاشق يا اللي بدك مالو داير تحكي بالموال، تعالى عندنا نقول لك كلام البخت والفنجان غزالة. Like it.
اللي اتنيل وجه متأخر يتفضل يروح وعنده يومين خصم. بقول عضو الفرقة اللي اتنيل وجه متأخر يتفضل يروح وعنده 6 أيام خصم. عضو الفرقة اللي اتنيل وجه متأخر يتفضل يروح وعنده 8 أيام خصم. جرايه يا جماعة، اللي جه متأخر يتفضل يروح من قصيره. انتوا عارفين الأستاذ عصبي وكلمته ما يرجعش فيها. أنا تعبت يا أخوانا، أنا تعبت، تعبت قوي. في حاجة يا أستاذ؟ أي خدمة؟ وحياة النبي البت دي هتجيب لي انهيار عصبي، هتجيب لي ده إيه؟ دي جابتهوني خلاص. أنا؟ حضرتك بتدي نصايح اللي جاي متأخر؟ طبعًا، احترام المواعيد ده شيء واجب. احترام المواعيد شيء واجب؟ وأنتِ اللي مبوظة الفرقة كلها في مواعيدها. أنا؟ أيوة أنتِ. وبعدين تقول لي أنا مبوظة. حضرتك ما تعرفيش؟ ولا عندي خبر وحياتك ولا حد قال لي حاجة خالص. تصور. اسكتي. اسكتي ما تتكلميش. وبعدين تقول لي ما حدش عندي خبر. ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي بتعمليه؟ اتفضلي برا، مخصوم منك 10 أيام. ولا يهمك، الرزق على الله. سلام عليكم. اوكي باي باي. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ ما تضحكيش. مخصوم منك 15 سنة. عاجبك كده؟ خليت العصب السنبتاوي بتاع الراجل هينط من قفاه من كتر نرفزته. يعني هو انا اتاخرت بكيف يا استاذ عبده؟ امال بكيف انا؟ اديها فرصه. ضيع كانت فين؟ اتفضلي بصحي يا فصيحه. محفظتي اتنشلت. وبعدين؟ طبعا رجعتها الحمد لله. لكن اتنشلت تاني. يا خرابي. برضو رجعتها. اتنشلت مرتين في يوم واحد. 3 مرات. لكن انت قلتي مرتين. اصل المره الثالثه يا استاذ عبده الحرامي ساب المحفظه ونشل قلبي. فاهم حاجه يا استاذ عبده؟ افهم منين بس؟ ده اللي يقعد مع البتي دي 5 دقايق لازم تلخبط له اسمه. تحبي نشلي يا ياسمينه؟ شايفه خيبتي والنبي؟ سلام عليكم. عقبالي يا رب. تعالي هنا. انت عاوزه تتجوزي نشال انت كمان؟ اي حاجه يا استاذ عبده، جواز ستره. يا نهار اسود، هي الفرقه اتقبشت في نفوخها ولا ايه؟ اهلا. ايه عندك نبطشيه في الحته دي ولا ايه؟ ابدا، انا لقيت نفسي فاضي قلت يا واد كده فوت اتفرج عليهم. ايه اتفرج عليهم دي؟ مجانين احنا؟ بنقطع في هدومنا؟ بالراحه بالراحه بالراحه. هي دي مش اسمها فرقه برضو؟ اه فرقه، بس ممكن تقول مثلا والله انا جيت عشان اقضي وقت ممتع مع فنكم الجميل. اه عندك حق، والله انا جيت عشان اقضي وقت ممتع مع فنكم الجميل. والنبي انتهبلوا على نياتك بقى، احنا فننا ممتع وجميل. عندك حق، فنكو يقرف زي الزفت. يا عم قول يا باص، ده حتى المخرج بتاعنا راجل سكة. بقول ايه، انت رايحه فين دلوقتي؟ استنكح. نعم استنكح. تحب تستنكح معايا؟ مش افهم الاول اتسنكح يعني ايه، وبعدين اقول اذا كنت احب ولا ما احبش. استنكح يعني اتمشى اتفسح. لا اذا كان كده انا ما عنديش مانع اتسنكح معاكي للصبح. حاكم السنكاحة دي لعبتي المفضلة. أنا أموت في السنكاحة. تعجبني. يلا بينا. يلا. لا يا خفيف. إيه؟ تعالى من هنا. من هنا؟ ليه؟ مفيش داعي. يا بنت الإيه؟ يا دي المصيبة، وكمان موسيقار. تقدري تقولي عليا أول نشال فنان في العالم العربي كله. أين يا سيدي؟ وأنت بقى من اسكندرية ولا مصيف؟ مصيف ده إيه؟ أنا هنا في شغل. شغل إيه بقى يا حسن؟ شغل زي اللي شفتيه النهاردة شغل. مصر كلها مش مكفياك، جاي اسكندرية عشان تنشر في عباد الله؟ النشال الشاطر لازم يفتح أسواق جديدة، آفاق جديدة. وعلى رأي ولاد البلد الرزق يحب الخفية. يا ابني يا حبيبي شب في سنك. 28 سنة. في طولك 175 سنتي بالملي. في وسامتك. زي كل البنات أقل من 16 سنة بيموتوا فيا. يموتوا ولا ما يموتوش، أنا مالي يا أخي، ما تسيبني أكمل كلامي. آسف، اتفضلي. أنا قصدي يعني حرام على شاب زيك يسيب مستقبله كده على كف عفريت.
اصل انا بقى شيخ العفاريت. قولي عمرك اتقفشت قبل كده؟ لسه. وحياتك هي مره واحده تتقفش وتروح السجن وتقول يا ريت اللي جرى مكان. عايز انا اقعد عاطل يعني؟ العمل عباده. لا ودي تيجي تنشل احسن. انت بتتريقي؟ ابدا بتكلم جد. شوف لك شغلانه حلال عشان ربنا يبارك لك في مالك وعيالك. عيالي؟ انت متجوز؟ ومش ناوي تتجوز؟ اللي يتجوز اليومين دول يبقى مجنون. كجلنا لما يعفرتك. اوعى انا ماشي. استنى يا جميل شوية. يا طلعي يا قمر انت استني هنا شوية. انت زعلتي ليه؟ هزعل منك ليه؟ يمكن تكوني كنت حاطة عينك عليا زي غيرك وبترسمي عليك انت. ايوه عليا انا. لعلمك بقى ما يغركش اني بشتغل فرقة متواضعة. على فكرة بابا الله يرحمه. ماله بابا؟ بابا كان باشا سابق. باشا سابق؟ وعم الله يرحمه كان باشا سابق. باشا سابق. وجده الله يرحمه كان باشا سابق. باشا سابق. حتى امي. ايه حتى امك ايه؟ باشا سابق هي كمان. لا لا كان اسمه ايه ده؟ قول معايا انت. ايه اسمه؟ برنسيس. برنسيس. انعم واكرم. طبعا هقول لك ايه ولا ايه؟ قولي قولي يا خدي راحتك. لا مفيش داعي عقدك حرام. بقول ايه؟ تيجي نقعد في الكازون اللي هناك ده واعزمك على كوزين درة. انا لا عايزه دوره ولا مره. انا مروحه وياك تقولي اشوفك انت وفين والساعه كام. انت فاهم؟ فاهم. بس بكره برضو انا هكون قدام المسرح الساعه 4. خليها 4 الا ربع. وبعدين قعد طول الوقت يترجاني يقولي ارجوكي اعملي معروف انقذي مستقبل حياتي وافقي على الجواز. وانا اقول له مستحيل. يقول لي طب دليني اعمل ايه؟ اذا كان القرب منك جنه البعد عنك نار وعذاب. يا بنت انت الكلام ده مش قلناه في الاوبريت اللي عملناه السنه اللي فاتت؟ الله ما جايز شافها وحفظ صورها. ايه يعني؟ ولا تلاقيها فهمته انها بنت اكابر عشان كده قال يا ما هنا ويا ما هناك. انا اصلي عارفاكي وعارفه فشلك. يسلم يا اختي. على ايه بقى هفهمه ان انا بنت اكابر؟ ده حته نشال لا راح ولا جه. الا بالمناسبه ما عندوش نشال صاحبه عازب. لما اقابله هبقى اساله. هتقابليه تاني؟ ها؟ عشان خاطر موضوع جنجي بس. على فتر سرفيس مدام. الحته دي زي الافلام لفرانك. بقالك كتير مستني؟ 10 دقايق بس. يعني جيت في ميعادك؟ طبعا دايما في ميعادي. هاي على فين؟ ماشيه. تعالي هنا تعالي تعالي. ايه ده؟ بليز مدام. يخرب بيتك نشلتها ازاي دي؟ نشلتها ده ايه؟ تعالي هنا. انت صدقتي اني نشال؟ امال انت ايه؟ انا سواق. سواق خصوصي عند راجل محترم رباني من صغري. كفك على دي بقى. اهو كده الرجاله ولا بلاش؟ يعني مش مستقلياني في نظرك؟ يا اهبل دول السواقين دول اجدع ناس. الله يكبر بخاطرك بحق جاه النبي. اتفضلي اركبي. احسن صاحبها يشوفنا ولا حاجه يزعل منك. صاحبها مسافر الخارج كده من يومين وانا بقى هنا. الكل في الكل. على رايك ولا يهمك محدش واخد منها حاجه. يلا بينا. يلا بينا. بينا لسه. علق دي في العربيه. ايه دي؟ لا تسرع من اجل ابنائك. قلت لك انا مش متجوز ومش ناوي اتجوز. وانا مالي انا بتزعقي كده ليه؟ مش بتقولي من اجل ابنائك؟ اداره المرور هي اللي بتقول. اداره المرور؟ اذا كان بقى اداره المرور يبقى معلش. اتفضل روح. على طول كده؟ لا جديني الاول وبعدين ابقى روحت. اوام يا اسطى. يا اسطى. حاضر استهانم. يا
وقفت ليه؟ هننزل نتغدى. فين؟ هنا. يا ابني يا حبيبي الفشخرة الكدابة دي ملهاش لزوم. يعني ايه؟ ما ناكلش؟ لا هناكل بس فول وطعمية. فول وطعمية؟ اه ما يصحش. انت مالك انت؟ اذا كنت انا الفنانة العظيمة بنت الاكابر موافقة. خلاص فول وطعمية. يا ابني على مهلك شوية. قصه لذيذ موت. انت هتقولي ده صديق الفرقة الحميم ما بيفرقناش 29 يوم في الشهر. طب وفي اليوم ال 30 بتعملوا ايه؟ بناخدوا اجازة ونريح معدتنا. ده واللحمة. بنشمها في العيد الكبير. في العيد بس. انت مش بتقولي انك من عيلة غنية جدا؟ طبعا طبعا انا ممكن اعيش مع عيلتي واكل بمعلقة ذهب لكن الفن اعمل فيه ايه بحبه. فنانة بقى طبعا. علينا ولا يهمك. كل الفنانين العظام تعبوا في اول حياتهم. جاعوا وحفيوا وناموا في الشوارع. هي دي علامات النجاح. يعني انا هنام في الشارع باذن واحد احد ان شاء الله. كل سواق. انت مش قلت انه نشال؟ طلع سواق متنكر في زي نشال. ويا ترى ما عندوش سواق زميله عازب؟ يا بنت ما تتهدي وتسكتي شويه لما نشوف بسلامتها. فرحانه على ايه؟ انا فرحانه لانه طلع راجل شريف. انت ايه حكايتك بالظبط؟ اوعى تكوني ناويه تتجوزيه. ان جيتوا للحق انا محتاره. النهارده قعد ساعتين يترجاني عشان اتجوزه والدموع يا عيني نازله ترش من عينيه زي الحنفيه بتاعت ست ثانيه وانا ما رضيتش. وهتقابليه تاني برضه في النقطه دي بالذات قعد يترجاني. يا شيخه بطلي فشر بقى ونامي. تصدقوني ما تصدقونيش انتوا حرين اتفلقوا. شمين يا بنات ريحة لحمة. لحمة اشوي اشوي اشوي. افتح يا استاذ عبدو. مين؟ افتح الباب بسرعة. عاوزين ايه؟ الحقنا اوام. طيب طيب ايه اللي جابكم دلوقتي الله يخليكم. ما تفتح يا استاذ عبدو اوام. الله. طيب طيب افتح يا استاذ عبدو افتح. طيب هفتح اهو. الله. مساء الخير يا استاذ عبدو. نعم في ايه؟ ايه اللي جابكم دلوقتي؟ ايه؟ مين اللي قالكم تقولي دول؟ لحمة دي يا استاذ عبدو؟ يا ترى مشوية ولا مسلوقة يا استاذ عبدو؟ ولونها احمر كده ليه يا استاذ عبدو؟ لحمة دي يا استاذ عبدو؟ مشوية ولا مسلوقة يا استاذ عبدو؟ ولونها احمر كده ليه يا استاذ عبدو؟ ايوه لحمة. امال هتكون ايه يعني؟ يا عالم حرام عليكم. بقى لي 3 اشهر حاجز نص كيلو عند الجزار، بدفع له كل شهر قسط مقدم من ثمنه. تيجوا انتوا تلهفوه على الاخر على الجاهز. انت زعلت يا استاذ عبدو؟ زعلت ولا ما زعلتش؟ بالهنا والشفا. اصلكوا غلابة. نشأت وترعرعت في ظل التسعيله الوديه. الجزار ده ما عندوش واحد صاحبه عازب؟ يا بنتي انت مستعجله على الجواز كده ليه؟ ما تهمالي شويه. هلو. اركبي 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 بسرعه. ايه؟ بسرعه اركبي. يلا. الله. ايه في ايه؟ خش بسرعه. خش يا وام. خش. ايه مالك؟ نزل راسك لتحت. وام. ايه ده؟ تعرفي تمسكي السلاح؟ هو انا اعرف امسك نفسي حتى؟ تعرفي ترمي قنابل يدويه؟ انت فاكرني ايه؟ نزل اللي اعمل معروف. انا لازم اخلص عليهم واحد واحد. طب والنبي يا عم نزلني الاول وبعدين خلص عليهم واحد واحد. اقدر انزل؟ واجههم المرة دي. لكن مسيرنا نتقابل ونصفي الحساب واخلي الرصاص يرقص في جسمهم واحد واحد. انا مش فاهم حاجة ابدا. انت ايه حكايتك بالظبط؟
ايه الناس اللي بيطردوك دول؟ اقول لك بصراحة. قول سايب تركبي. بصراحة انا كدبت عليكي، انا مش سواق. اهبدني في ضهري. امال حضرتك تبقى ايه؟ انا مجرد انسان وحيد في الدنيا، صديقي الوحيد هو المسدس اللي شفتيه في العربية. ننام سوا، نصحى سوا، ملناش هدف احنا الاتنين غير اننا ننتقم لأعز انسان حبنا وحبناه. هو مين ده اللي حبك وحبتوه؟ مرحوم والدي. هو مات مقتول؟ اكلوه الاندال عشان ما ياخدش نصيبه، مع ان هو اللي خطط، هو اللي رسم، هو الوحيد اللي سرق البنك لوحده. الله اكبر. اهبدني في ظهري. وبعدين هقول لك ايه ولا ايه؟ الحياة صعبة يا ابني يا حبيبي، ما تبعد عن الشر وتنسى اللي فات وتعيش لمستقبلك. واسيب دم المرحوم يروح هدر بعد ما رباني؟ يا اخي تربية ايه بلانيلة، ما انت زي الزفت اهو. قلبي مش بطواني. اسمع كلامي وتمتع بالدنيا بدل ما تجيلك رصاصة تاخد اجلك. يا ستي سنة زيادة سنة ناقص ما تفرقش، يعني حايش لمين؟ ما انا بقولك اعقل وتجوز عشان يبقى لك بيت وعيال تخاف عليهم وتعمل حسابهم. يعني ترضي تتجوزيني بعد ما عرفتي حقيقتي؟ انا ايوه انت. انت مش بتقول اللي يتجوز ليام دي يبقى مجنون؟ والله لو العروسه دمها خفيف وحلوه ولسانها طويل زيك وشلق زيك يبقى محظوظ وامه دعياله. قلت ايه؟ والله ان كان علي انا ما عنديش مانع، بس ممكن مش عارف هقدر اقنعه ازاي عشان يوافق. خليني اقابله وربنا يسهل. تقابله؟ لا ده صعب خالص، ده مخه بشواتي. ولا يهم، انا اقدر اقنع عن مخ البشواتي ده. طب انا عندي فكره. إيه؟ ما احسن نتجوز من غير ما نقوله ونحط امام الامر الواقع. لا يمكن، لا يمكن اوافق، لا يمكن. ليه بس؟ اخر وصيه للمرحوم والدي قال لي يا ابني اوعى تتجوز من غير موافقه اهل مراتك. وانت يعني مصمم تسمع كلام المرحوم؟ وصيته وكلام المرحوم لازم ينفذ، الله يرحمه. اذا كان على كده بقى سيبنا افكر. تتجوزي قتل قتله؟ وايه يعني؟ يعني هو قله رجاله؟ ايوه من قلتهم، واحنا لايين؟ قتل قتله قتل قتله ولا يهم. ده شاب مسكين، ضحيه مجتمع فاسد، لازم اقف جنبه، لازم اساعده. انت ناوي تتجوزيه ولا تفتحي اصلاحيه؟ بصراحه بقى انا احب الجواز الصعب. طب والعيله اللي عاوز يقابلها العريس هتجيبيها منين؟ مفيش غير اني اسافر مصر واقابل اونكل واحاول اقنعه انه يوافق. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. يا بسيوني يا جوزي تعالى شوف مين جاي. هاتي كمان جوزي. وحشتيني 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 عمي. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا عمي. بقى كده تنسينا السنين دي كلها غصب عني؟ والله يا عمي ما عندكوش فكرة الشغل في الفن ده متعب قد ايه، خصوصا لما تبقى واحدة مشهورة زيي والصحفيين وراها في كل حتة. يا سلام. زي المخبرين يعني. وهما تحت دلوقتي يعني؟ طب ما كانوا يطلعوا ولا كنا ننزل لهم حاجه ياكلوها تحت؟ يا وليه كبري مخك. ايه دي؟ عايزه تفهمك انها بقت معروفه ومشهوره. انا مش مشهوره وبس، هتجوز كمان. بصحيح. الف مبروك يا حبيبتي. ياسمنه ازيك؟ ياسمنه يا بنت اللذينه. ازيك يا واد سعيد؟ انت شفت ايه اللي حصل لي؟ ايه؟ مش انا بيت محترم؟ لا ايوه، وعند عربيه حمراء وبسوقها دلوقتي. هو قصده عربيه البيه اللي بيشتغل عنده؟ لا ما خلاص اسكتوا، ما دام انا اللي بسوقها يبقى بتاعتي. اتكلم يابا بقى. ايه خلص معاها؟ خلص ايه؟ ما تخاطبي، امشي اعمل لها كوبايه ليمون. يلا يلا يلا. على فكره يا عمي، الناس اللي انت بتشتغل عندهم مش كان عندهم فيلا في اسكندريه جيت لك فيها مره وانا صغيره؟ ما هي لسه عندهم يا بنتي. وهم فيها دلوقتي ولا فاضيه؟ هيسافروا الشهر الجاي زي كل سنة. لكن بتسألي ليه يا بنتي؟
انا قصدي يعني ننتهز فرصه ان هم مش موجودين فيها وقابل خطيبي هناك حسب ساعتين ثلاثه بالكتير قوي يا عمي. مش فاهم. انا قصدي فهمت خطيبي اني من عيله كبيره قوي عشان يحترمني واكبر في نظره، قصدي يعني نقابله فيها واتنفخ عليه حبتين. يعني عايزه تكذبي على الراجل اللي هتتجوزيه؟ دي كانت صغيره قوي يا عمي. اخصى عليك يا ياسمين، ده يوم ما تيجي تزورينا تهزقينا. ما اقصدش مرات عمي، بس الزمن ده عايز كده. شوف يا بنتي، اللي يستعر مننا نستعر منه، فاحسن لك تقولي لخطيبك من دلوقتي انك مالكيش حد وتريح نفسك. يا عمي بس. بس خلاص، روحي لحالك وسيبينا في حالنا. من 20 سنة أمها اتنمرضت على عيشتها وجريت ورا الشيطان، والنهاردة بنتها بتعيد الماضي، ومين عارف آخرتها إيه؟ اكفي القدر على فمها تطلع البت لأمها. حكمتك يا رب. أنت صحيح هتتجوزي؟ طبعا يا أستاذ. وهتخلعي من الفرقة وترحميني؟ تصور. خلاص انا جاتلي فكره. ايه هي؟ انت مش عارفه الفيلا ومتاكده ان مفيهاش حد؟ اه. خلاص ندخلها باي طريقه ونعمل الخطوبه والفرح، ولا من شاف ولا من دير. يا سلام، وعمي اللي العريس هيخطبني منه هجيبه منين ده؟ فيلا من غير عيله، وعيله من غير فيلا، وعيله من غير عيله. انت علتيني علق. بس هو مفيش غيره. هو مين؟ انتوا عاوزين مني ايه بالظبط؟ عايزين نستلفك يوم واحد على انك عم ياسمين لحد الجوازه ما تتم. استلفوني؟ استلفوني ده ايه؟ دول ساعتين ثلاثه مفيش غيره، والنادي يا استاذ عبده هما يا دوب بس كده. تسمحوا تبعدوا عني وتسيبوني في حالي؟ تعالى تعالى، ده عمل انساني، انساني هينقذ الفن والفنانين. دي هتخلع هتخلع. ولو كده برضه تكسر بخاطري يا استاذ عبده. مش احسن ما خطيبها يكسر رقبتي، وخصوصا انه قتل قتله حسب اخر نشره اخبار قلتيها بنفسك. عبده اسمع يا عبده، ما تخافش، وما دام انا موجود كلنا هنروح في داهيه. هتبقى عيضة لو ننكشف فيها يا زميلي. لفت وافتح ليها وانت وهي ادخلوا يلا ونادوا عليها. مبروك عليكي مبروك عليكي. يتصور نفسي اتجوز هنا عيار. بعدين كل ده بعدين، ده مفيش قدامنا الا دقيقتين، والفيلا لابد تكون اوكي. طب نعمل ايه؟ وانت يا شبان انزلوا ترتيب واطلعوا ترييش وارجعوا تلميع، ما تخلوش منكم ثانيه تضيع. نظفوا من السقف الى الباركيه، وانتم يا بنات
على فوق الان لبسوا ياسمينة من الفستان للطرحة الحد شربها كمان خلوها باجمل صورة تبان علشان الواد يحصل له جنان ويقع ولا حد يسمي عليه حالا يا ابي على بال ما تمنجه والبس بيه مش دي فيلة بسيوني بيه فيه؟ ازاي ده ادوني العنوان على جنب؟ حضرتك بتقول دي فيلة بسيوني بيه فيه؟ ولا بقول لا؟ دي مش فيلة بسيوني بيه فيه؟ دي فيلة بسيوني بقاشا فيه؟ بقاشا فيه؟ ايوه اسف كده خلاص لازم تفرق بين فيه بيه وفيه باشا ويلكم قول لي نعم انت معاك معاد مع ساعه الباشا اي الساعه كام الساعه 8 8 8 اتنين في استناني 2 في 3 ب 15 4 في 2 واديله جامد وبعدين العب بعيد لا يبقى فاضل لك 3 دقايق ونص عشان تقابل سعاده الباشا ما تحرجش استناها اتفضل اتفضل يا حسن ايه يا سيدي اسكت لو اسكت انا هروح بس ادي خبر للباشا احدي له خبر ان انت موجود ايوه ما تتاخرش يا حبيبي بلاش الخصه المهذبه دي ورجعها مكانها انا كنت هتفرج عليها وارجعها على طول ما بتبتدي الاول بفرجه وبعدين بتقلب بجد ايه ده ايه الحلاوه والجمال ده كله ايه ده عروسه بقى عيب عمي على فكره يا سمير الفيلا بتاعتكم دي تجنن طبعا تجنن دي اقل واحده عند عمي ده عمي عنده سبعه وكلهم في القاهره لا متوزعين في انحاء العالم واحده في باريس واحده في لندن واحده في نيويورك وواحده في زنجبار زنجبار وش معنى يعني زنجبار عشان يبقى جنب منجم الذهب بتوعه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك كده يا ستي
بس يكون في علمك. نعم. عمي باع الفيلا دي خلاص النهاردة ورايح على بلاد بره، يعني مش هيبات فيها من النهاردة. تقصد ايه؟ ابدا يا حبيبي، يعني انا وانت هنبقى مقطوعين من شجره ولازم نعتمد على كفاحنا وننسى تاريخ والدك المهبب وهذا ما تقلتش. طب ما ده احسن. ايه ده؟ اتفضل. سعاده الباشا عايزك. اتفضل. ويلكم. اهلا. جود مورنينج. جود نايت. اهلا. اتفضل. شهادات كتير جدا، اخرهم الدكتوراه في الهندسه من المانيا. دكتوراه؟ ايوه يا فندم. معاه شهادات في ايه يا فندم؟ انا شهاداتي كتير وموجوده، اخرهم الدكتوراه في التكنولوجيا من المانيا. ميونخ. ميونخ. ايوه معايا يا ميونخ. ايوه معاكي في ايه؟ ميونخ. قلت انها تنفختن. فختن. ايش فختن؟ الاخ هتلر. ايوه ايوه. في البلد. يا نهار ابوك اسود. انا متخصص في شهادات الجامعيه وسايم الجواز والطلاق، مش عادق بتاع كله يعني. يعني ممكن بقى تطلقني من غير ما اعرف؟ يا شيخه فلا الله ولا فعلك، معقوله دي تفرق من بقك؟ والله العظيم انا حاسه ان انا هتجوز عصابه بحالها. يا مدينه يا مدينه شغلك معاك شغلك. ايوه ايوه يا مدريد معاكي الفيل لما يصحى. Thank you.
نروح شقتنا. وده وقته؟ اصل ايه، انا وعدته اول ما اتجوز وانزل مصر ازور انا والعروسة. عندك مانع؟ اتفضلي. اي عيني، وانت بقى بتفتح على طريقة المرحومة خالتك ولا هما مدين لك المفتاح؟ لا، على طريقة المرحومة خالتك. يا عيني يا عيني يعني. عيني عيني انت خايفه ليه؟ ما تتحركيش، هي ورجع لك. مالك يا روحي؟ ايه اللي جاب صورتك دي هنا؟ مش بقول لك الراجل صاحب البيت بيعزني قوي، لانه كان زميل ابويا في الشغل. ياه، يوم يعلق لك صوره بالشكل ده؟ اصل الحراميه وقطعين الطرق اللي على مستوى زي دول عندهم وفاء قوي لبعض. ربنا يستر. انت ما تخافيش، خليكي هنا. هي واحده
ايه ده اللي عملتيه ده؟ انا متاسفه قوي غصب عني. انت فاهمه ايه ده مالها كلام؟ قلت لحضرتك غصب عني. اهمال وعدم تقدير مسؤوليه. ثم انت مين؟ وجايه ليه؟ وعايزه ايه؟ دخلت هنا ازاي؟ او من طيب؟ ايه ده على مهلك شويه يا اخي انت ايه بقى الراديو؟ الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده تكسري طعمي وتهزقيني؟ وانت تعبان فيهم في ايه؟ ما تسكت بقى ربنا امر بالستر. الله انت عارفه بتكلمي مين؟ هتكون مين يعني؟ تشرشر؟ انا صاحب الست ده. خلاص عرفنا يا اخي. مفيش داعي لنفخه الكدابه بتاعتك دي. انا عارفاك وعارفه اصلك وفصلك. ايه حكايتك يا ست انت؟ اسمك ده انت؟ اطلع من افوك احسن ودين النبي. انت ما تعرفنيش، انت فاهم؟ اتفضل يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. تجد انت؟ وحشني يا بابا وحشني. اقدم لك ياسمين مراتي. ياسمين مراتي بابا. عن حضرتك بابا هوصل ياسمين لوضتها فوق وراجل حضرتك حالا حالا. عشان ايه؟ مراته ده ايه؟ الولد ده طول عمره ملخبط كاري وكاري اللي خلفوني. يعني ده والدك؟ ايوه. يلا. يعني ده ابوك؟ ايوه. يعني هو ده رئيس العصابه اللي قلت لي عليها؟ عصابه ايه بس يا شيخ؟ ابويا من اكبر المقاولين اللي في البلد. اتفضل يا جميل. لا انا استحيل اقعد في البلد دقيقه واحده بعد كده. ايه بس ليه؟ لان سيادتك كذاب. كذاب لكن بحبك وصادق في حبي ليكي. لو بتحبني صحيح ما كنتش كذبت عليا. طب اعمل ايه؟ اول يوم شفتك لقيتك بنت دم خفيف فسقت فيها. تاني يوم لقيت نفسي بحبك. تالت يوم لقيت نفسي غرقان لشوشتي في حبك. رابع يوم انا عارفه اني بنت حلوه وظريفه واتحب، بس مواضيع الجواز دي بقى ما يصحش الواحد يكذب فيها ابدا. ده مستقبل، هو ده لعبه؟ ازاي نبتدي حياتنا بكذبه زي دي؟ حقك علي اول واخر مره. والدك اللي انا بهدلته تحت ده هيبني تاني ازاي؟ والدي راجل طيب جدا. دلوقتي شوفي، يلا غسلي وشك اللي عبلته وحصليه على تحت. تعالى هنا. ايه اللي انت قلت يا استاذ؟ ابعتك تاخد دكتوراه من المانيا ترجع لي بعروسه؟ اطمن، من ناحيه الدكتوراه خدناها وبنتي ياس. خلينا في العروسه. حلوه ودمها خفيف واموره مش كده بابا؟ انت هتجنني يا ابني. حلوه وحشه دي حاجه راجعه ليك انت. المهم دي بنت مين في البلد؟ عرفتها ازاي؟ عرفتها امتى؟ اتجوزتها امتى؟ دي مصيبه. يا بابا مصيبه ايه بس يا بابا؟ رد على سيرتي. مش كده ولا دوران؟ اطمن. العروسه بنت اغنياء المانيا. المانيا؟ ابوها مغترب صاحب اكبر محلات في شارع الشواربي بتاع برلين. على كده غني قوي. عنده الفلوس شنط. اتقابلنا وحبينا بعض واتجوزنا وقلت اجيبها معايا بقى واعملها لك مفاجاه. المانيا ايه؟ بس يا ابني دي بتفتح بطريقه غريبه قوي. اصل والدها متمسك بعادات وتقاليد قديمه شويه وهي بقى تاخده زيه. فعلا يا ابني. وهو يفتح بالالماني بس. تعالي ما تخافيش. انا اسفه قوي يا عمي، احنا اتشرفنا قوي يا عمي. قصدك تقولي ايه؟ اتبهدلنا اتهزقنا، بس المره دي بالعربي مش بالالماني. وعلى كل ايه الحمد لله على سلامتك. غلطه غلطه الولد ده، طول عمره غاوي مقالب ومفاجات. طب وحياه مجدي عندك ايه رايك في المفاجأة دي؟ بيني وبينك أحلى مفاجأة عملتها في حياتك. أوعى. لا أبا. ألف مبروك. ده البيت كبير بيقول إن عروسة سماك دي حلوة أوي. ما هي خواجاية من بلاد بره. لكن أنت مش فاهم معاها إزاي؟ ده أنا معرفش من كلام الخواجات غير كلمتين. لا ما هفهمش كم. أي كلمة أنت مش فاهمها ولا أبويا أبقى مش هقول لكم. دي مصرية
عايش مع ابوها المليونير في بلاد بره. ايه يلا بسرعه كلهم قطوا الطفله. اهلا عم بسيوني. الف حمد لله على السلامه يا مجدي بيه، مصر نورت. متشكر عم بسيوني. يا راجل يا مجنون مش كده. خلاص عم بسيوني كولونيا يا ناس كولونيا. حفيظه يا سيده انتم يا اللي جوه. ايوه دي مش انا. ايه اللي بيحصل ده؟ بسيوني انت اتحركوا بنتي لاي حاجه فوقوا بيها بسرعه. ايه ده؟ قالوا ايه ده؟ حتى وين ربيك يا اسود؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ روحي شوفي حاجه فوقوا بيها. ايه ابوك وامك مروا عليهم فوق السفره. ابوك وامك اللي بيعملوا دلوقتي. طب واحنا نجيب لهم ايه؟ امي بابا امي وماما بابا انا ازيك يا مجدي بيه؟ والله وحشني الحمد لله على السلامه يا راجل. فين امي؟ هات امي. اسمعني ايه اللي بيحصل ده؟ انت اللي عايزه تقولي حاجه. اسمع بقى، احنا الاثنين طلعنا كذابين وزي الزفت. حضرتك عملت نفسك صايع وطلعت ابن ناس، وانا عملت نفسي بنت ناس وطلعت صايع. يعني خلصين. وبعدين؟ يعني كل واحد يروح لحاله. قبل ما كل واحد يروح لحاله، احب اعرف ايه علاقتك بالظبط ببسيوني ومراته وابني؟ دنيا وعيلت، عمي ومرات عمي وابن عمي. استريحت. عمك اخو والدك؟ امال اخو خالتي. الله اكبر الله اكبر. قولي يا ستي قولي. لا والله دي القعده هتحلو. ايه واخدين صلاتكم رايحين على فين؟ انا ما عدتش نافع في الشغل يا سعادتك بيه. ما عادش نافع. خلاص انا نسيت اللي حصل. هي صحيح المكرونه كانت سخنه ومدهنينه، انما طبعا مكرونه في 20 سنه خدناها معقول. الظاهر اننا كبرت في السن. كبرنا في السن ولا بس كبرنا في السن؟ مش انت لوحدك اللي كبرت، كلنا كبرنا. ثم ما تنساش ان دي عشت عمر، وانت عارف احنا بنحبك قد ايه. يا سعاده البي اصلي. خلاص يلا يا بابا، خد جوزك من ايد وابنك من ايد، بس اللي مندهش له انت ومراتك وابنك. اغمى عليكم ليه؟ من العروسه؟ اه من امي. من امي ليه؟ مستكترين على ابني عروسه جميله انت حسب ونسب زي دي؟ ما هو اصل اصل ايه؟ ما تكمل اتكلمي له انت يا ام. يا سعاده البي عيلتنا كده تفرح تقع تفرح تقع. لا كده خلاص، هنبدأ على كل اللي في البيت من هنا ورايح أي أخبار كويسة ما يقولهاش قدامهم، خصوصا في أوضة السفرة. يلا كل واحد شوف شغله. كل في علموكم. إذا أنتوا كنتوا هتقعدوا هنا أنا مش رايح. إيه؟ أنا بقول لك أهو، وأنت كمان أهو. ما أنا إذا كنت أنت هتقعد هنا. أنت ما تنامش. أه. أنا أهو. أيوة أهو. أنا ما خليش الباشا يودينا اللي بيودوه اللي ما بيطلعوش منه. ايه ده؟ قصدك ايه؟ ايه؟ قصدك ايه؟ اللي بيروحوا هناك ده. ايه اللي بيروحوا هناك ده؟ تلاقيها كده اوضه كده وفيها شباك ما الناس ما بتبصش منه. شباك؟ اه ما فيهوش خروم يعني. مش فاهمه. هو اقول لك انا، هو قد الكف ويموت الف. قصدك السجن يا ابني؟ قصدك السجن يا ابني؟ ايوه هو ده يا ام اول. صلى الله ولا فعلا. لا ما تخافش، لو قعدنا هنروح كلنا سوا. ايوه نروح كلنا سوا، رجل على رجله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا جماعة مالكم اتخضيتوا كده ولونكم مخطوف؟ لا مش مخطوف ولا حاجة. أنا
مش مخطوف. ماما قالت لابوك ان احنا ما بنتخطبش يعني على كده يعني. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا ما انا فين يابا اللي بيحصل يابا؟ حاجه ما تقولش قول يابا هتتكلم. ما تقول بدل ما تسيبونا اتكلم واغلق في وقتكم ده ما تقول. لا 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 معلش يعني ببساطه كده وبصراحه شديده. ايه رايكم يا سلام يا طبتي يا خرابي انت فين عروسه؟ لا لا هي عروسه فعلا لكن سالتك انت فين بلاد بره لو سمحت يعني. سيبك بقى من حاجات بلاد بره وبلاد جوه دي. انا عارف كل حاجه عن ياسمين. عارف؟ وعارف صفاتكم بيها كمان. عشرية بس يقولي بلاش مش وقته بلاش يا جماعة بس انتوا خايفين ليه؟ ده كمان بيعرف ومش متضايق. الله وفكرك لما والده يعرف انك انت بنت اخويا وانك خدعت ابنه هتتجوزيه هيسكت؟ يا راجل وطي صوتك ودينا في داهية. وطي يابا وطي بلاش اسمع كلام امي. يا عمي انا ما خدعتوش. انا قابلته وهو نشال وحبيته وهو سواق وخطبني وهو مزوج واتجوزته وهو قتل قتل وليلة الدخلة لقيته حرام. سامعني يا ثلاثة بابا؟ اخرس يا بنت وبلم لسانك لما أستاذ سعادة البيت أكيد جرى لها حاجة في نافوخها. أما بسوني كل اللي قالته ياسمين صحيح. يا شوي أنت يطلع منك البلاوي دي كلها يا مجدي بيه. غير وقتك كمان. أصل دي حكاية طويلة أوي هشرحها لك بعدين. أهم حاجة دلوقتي إنك تبارك جوازي من ياسمين وتوافي عليه. كلام إيه ده؟ يا ابني فكر في اللي أنت بتقوله. ده إحنا طول عمرنا ناس غلابة ومخدة منكم. نيجي على الآخر ونسيبكم. أنا حبيت ياسمين من غير ما أعرف هي مين. وحبيتها دلوقتي اكتر لما عرفت انها بنت ناس طيبين زيكم. غناهم الحقيقي في اخلاصهم وشرفهم. ووالدك الراجل الطيب اللي احنا عايشين في خيره هيفضل كده مغشوش من غير ما يعرف الحقيقه. ما احنا مش هنقول له اي حاجه دلوقتي. احنا هنسيبه يعتقد ان ياسمين ابوها مليونير عايش في المانيا. شويه شويه حبه حبه مع الايام هيعرف ان ياسمين بالنسبه لي اهم من مال الدنيا دي كلها. هقول لك ايه يا ابني؟ الف مبروك. ألف مبروك ألف مبروك يا أبو ناسب والله العظيم. رحت لك يا أبو ناسب والله. ألف مبروك يا أبو الله عبال والدك يا أبو. ألف مبروك. حضرتك بعت لي يا بابا؟ عامل ايه يا سيدي؟ إذا كان من ساعة ما رجعت من السفر وأنا مش عارف أقعد معاك. عندك حق. أنا كمان مشتاق لك. اقعد يا مجدي يا ابني اقعد. احكي لي شوية عن نسايبك. هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. تصور تصور حضرتك ان نسيبي اصر انه يعمل الفرح في افخم لوكاندا في لندن. طب مش كان واجب برضه تبعت لي علشان احضر الفرح وتعرف على الناس اللي هتناسبهم؟ اصل حكايه جوازي دي جت مستعجله وكمان انا حبيت اعملها لك مفاجاه. بس خلي بالك مش دايما المفاجآت تكون على هوا الانسان. بالنسبه لموضوع جوازي انا مستريح. شوف يا مجدي يا ابني مفيش شك ان الفلوس بتدي للانسان قوه ومقدره. تعرف ان ده رايي طول عمري خصوصا ان انا راجل عصامي بنيت حياتي من الصفر. وعارف معنى الكلام ده كويس. لكن بالنسبه للجواز والبيت والاسره عمر الفلوس ما بتكون كل شيء. من يهمني الاخلاق والاصل الطيب والشرف. يا ترى انت شايف الحاجات دي متوفره في مراتك؟ يا سلام يا بابا. دي بقى الحاجات الاكيده اللي فيها. يعني حاسس انها هتسعدك مش هترجع تندم؟ اطمن يا بابا. أنا اخترت ياسمينة بقلبي وعقلي مع بعض. على كل حال جوزت أمه وخلاص وأنا قلت رأيي. ياسمين مساء الخير يا بنتي. على طول تكون الفيلا بتاعتنا عجبتك. مش بطالة يا عمي. هي صحيح متواضعة قصاد الفيلا بتاعتكم لكن أي حاجة بالدليل أو السلام. هي من ناحية متواضعة فهي متواضعة خالص. يعني مثلا في الفيلا عند بابا كل حاجة إلكتروني. إزاي؟ فهميني أوي. الله يخليكي. قصدها يا بابا. اسكت أنت يا أخي. أنا عايز أتكلم مع مرات ابني ثم أنت هتفهم في الفيلا الإلكترونية بتاعتهم أكتر منها. دي تكنولوجيا تكنولوجيا. العشاء جاهز يا فندم.
اتفضل يا بنتي. بابا بقول ايه؟ ايه رايك لو نتعشى في المطبخ؟ نعم، اصل والد ياسمينة بيحب قوي اكل المطبخ وعودنا على كده. صحيح يا بنتي، دي هوايته المفضله. والله يا عم خلاص، ما دام سعاده المليونير بابا يحب كده يبقى انا ما عنديش مانع. يا بسوني، انا هنا ورايح تجهز الاكل في المطبخ. مطبخ؟ اتفضل. لكن ايه الحكمة ان سيادة المليونير والدك يحب اكل المطبخ؟ ما هو حضرتك عارف ان رجال الاعمال وقتهم ضيق. ووالدها اصله من كبار رجال الحزب الديمقراطي الالماني، طول عمره بينادي بالبساطة وإزابة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات الألمانية الكادحة. يا سلام على كده، من وقت للتاني يعني تلاقيه بياكل مع الطباخ بتاعه. عرفت ازاي بقى؟ اوه، ده في حاجات كتير قوي اعرفها ما تخطر لكش على بال. مستر باسيوني، مستر باسيوني، انت انا. ايوه انت مستر باسيوني اللي راح. انت ميسيس باسيوني وسيد جونيور، اعملوا حسابكم هتبقوا تتعشوا معانا على الصوفة. معاكم؟ ايوه معانا، ولا اقل من سياده المليونير والدها. لا حول الله، ميسيس باسيوني اقوم عليها. طبعا البهجه والصبوه. يا سلام، عندك حق، مفيش احسن من صحيان بدري. طبعا بابا كل يوم الصبح من 6 ل 7 بيعمل تمرينات رياضيه، الظهر بيركب خيل، في الليل بيستحمى ساعتين في البسين بتاع الفيلا. الفيلا بتاعتكم مش كده؟ طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، اكيد صحته زي شمسوني جبار. ايه الحكايه يا بابا؟ خف شويه، بصراحه انا ابتديت اغير. بلاش دلع يا ولد. افطر من سكات وبعد الفطار خد مراتك فرجها على البلد. اكيد مش تقفش في مصر. لوحدنا لا، لو حضرتك هتكون معانا معلش. هكون معاكم فين بس؟ انا راجل كبار وصحتي ما تساعدنيش. مفيش كلام من ده، معانا يعني هتيجي معانا. معاكم يا ستي وامري لله. على فكره يا بابا، والد ياسمينة المليونير متعود دايما يوم في الاسبوع يخرج يتفسح مع الموظفين بتوعه. قصدك مدير الشركات يعني؟ لا قصدي اقل شويه. موظفين يا ابني؟ لا 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 يا بابا، اقل شويه. اقل. فهمت. باسوني. نعم يا سعادة البيت. البس يا جدع انت. قصدي مستر باسوني، انت ومسز باسوني وتشيبوا. ايوه تشيبوا. ليه كفر للشر؟ هتخرجوا تتفسحوا معانا. تفسح؟ ايوه هتتفسحوا. البس يا حفيظه. ايه اترفدنا خلاص؟ لسه. عندك هم الحبس ليه؟ مش لما نترفد الاول؟ البيت الكبير هياخدنا يفسحنا معانا. اوعى يكون هيفسحنا زي رايا وسكين. والله ما انا عارف. ولا ايه بالظبط يا بابا؟ قال لي يا مستر باسيوني اتشيك انت ومسز باسيوني عشان هتخرجوا تتفسحوا معانا. الله، طب ما نروح يا باسيوني. معلش يا بابا، والله اسف يا بابا، معلش. والله النهارده بسوق العربيه، لا عارف الدركسون من بنزين ولا الدركسون من حافظه. ايه الحافظه دي؟ طب خلاص يا اما سوفه مع بعض، انتوا شرفوا بقى يطلعوا مين ومين، انتوا مين حافظه ومين بس خلاص. انا ماليش دعوه. اجازه كله اجازه. يلا اجازه، كله اجازه، كل المدة مدة اجازه. يلا اجازه، كله اجازه، كل المدة مدة اجازه. يلا اجازه اجازه، كله اجازه. يلا اجازه اجازه، كله اجازه. يلا اجازه، كله اجازه، كله اجازه اجازه اجازه. سدد يا رب العالمين، يدعي بالعين بالطلعين، من هنا هو ما احناش في البعيد، فين كنا نوصل حد مهم بجد لغاية مستشفى المجانين. حاجي من يلعب ويا يا حبيبتي، حاجي من يلعب ويا يا حبيبتي. انا هلعب ويا حبيبتي، انا هلعب ويا حبيبتي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يا نهار باين وماهوش باين، بكره الكل اللي كله هيلعب الا عبادي، كله هيلعب الا عبادي. وقت البصله، وقت يا ماما، حق ماليش انا في اللعبه دي.
القاتل في الغنوالي كل سيرقص الرقصاني. يا حلاوتك يا بادي يا طعمتك يا بادي من بكرة الكرايا رح نقلبها نادي. حبك يا حياتي لما سأل عن فينا كل حاجة خلوش علينا. لك يا حبك انت كان هو البداية بكرة حيبقى أحلى كل ما انت معايا. بكرة حيبقى أحلى كل ما انت معايا. لا بكرة حيبقى أحلى كل ما انت معايا. عندكم هنا واحد بيشتغل اسمه بسيوني. ايوه ينزل كتنا. عايز اقابله لو سمحت. طب استنى. بسيوني بسيوني في واحده ست بره مستنياك على الباب. انت نسيت قربت على شهر ومن يميها وانا بدور على عنوانكم. ازاي ياسمين يا بسيوني؟ ما قلت ليش ازاي ياسمين يا بسيوني؟ سميها فعلا هي فاطمة انك ميتة. انا برضو امي يا بسيوني ومن حقك اطمن عليها واشوفها ولو من بعيد. ولما سبت اخويا وبنتك وجريتي ورا الشيطان ما كنتش فاهمة انك ام؟ بلاش نرجع الماضي. انا خدت جزائي خلاص وبطلب الرحمة من ربنا ليل ونهار. لا حول ولا قوة الا بالله. هقولك ايه، ربنا يرحمنا كلنا. على اي حال اطمني بنتك ربنا اكرمها واتجوزت ابن صاحب البيت ده، ناس طيبين وعايشه معاهم في سعاده. صحيح يا بسيوني. ايه يا عم بسيوني؟ ايه الجو ده؟ اوعى تكون بتلعب بليلك. ها لا دي لي ولا حاجه، دي ست غلبانه اعرفها من زمان بتيجي من وقت للتاني بتاخد اللي فيه الاسم. استنى يا مجدي. انده يا عم بسيوني تعالي اكلمك. شوف قد ايه هي سعيده وفرحانه. كم انت كريم يا رب. ما عندكش فكره مستريحت قد ايه. وعايشه فين دلوقتي يا سنية؟ بخدم في بيت وهيام بتعدي يا بسيوني. ربنا معاك يا سنية. والنبي تاخد بالك منها يا بسيوني، دي ملهاش في الدنيا غيرك. اطمني. ليه؟
انت متأكدة؟ الدكتور قال طب ليه ما قلتليش قبل كده؟ حبيت اخليها لك مفاجأة. طب ايه؟ شويش. وليه ما قلتلهاش انك مامت؟ اقول لها ازاي بس يا ست زينات وهي عارفة اني ميتة؟ وحتى لو قلت لها اقول لها كنت فين السنين دي كلها؟ حرام اجيب لها الفضيحة والعار بعد ما ربنا اكرمها بجوازة كويسة. فضيحة؟ عشان غلطتي غلطة في حياتك، ما كلنا بنغلط. انا متأكدة انك لو قلت لها هتسامحك وهتعوضك عن السنين اللي فاتت. اسمتي كده بقى، اعيش وانا ميتة واموت وانا عايش. انا مش موافقاكي ابدا على اللي بتعمليه ده. ما كنتيش انت قادرة تقولي لها؟ اقول لها لا يا ست زينات، اعملي معروف. خايفة من ايه بس؟ اذا بنتك خدت الحكاية ببساطة تبقي كسبتيها، واذا اتضرت منك اهو ما خسرتيش حاجة. بلاش يا ست زينات، انا صحيح كده محرومة منها، لكن صورتي حلوة قدام عينيها. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله. قمر مرسي يا قمر. اعذريني يا حبيبتي، اصل الستات اللي بالحلاوة دي نعمة ما يقدرهاش الا انا. متشكرة قوي، اتفضلي استريحي. ايوه انا اسفة اني جيت من غير معاد او سابق معرفة، لكن الظروف اقوى مني كتير. اللي هتسمعي ده جايز يكون غريب عليكي، لكن يا حبيبتي الدنيا كده، المستخبي فيها اكتر من اللي باين. تقصدي ايه حضرتك؟ انت طبعا فاهمة ان والدتك ماتت من زمان. ايوه. لا، والدتك عايشة وبتشتغل عندي في شقة من شقق المفروشة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة. من ساعة ما خرجت من السجن وانا شايلها في عينيا. اكيد حضرتك غلطانة، قصدك حد غيري. انا عارفة كويس انا بكلم مين، وعلى العموم انا جاي النهارده مش عشان اضايقك، لكن الحقيقه والدتك تعبانه ومحتاجه لرعايه ومصاريف وما بقتش قادره على الشغل. وانت يا حبيبتي زي ما انا شايفه عايشه مرتاحه، ما يجراش حاجه لو تراعيها وتوديها، يمكن تخففي عنها العذاب في ايامها الاخيره. مش ممكن، مش ممكن تكون دي الحقيقه. ما كنتيش مصدقاني. الحقيقه في تفاصيلها ممكن تعرفيها من عمك. وعنوان الشقة اللي فيها والدتك اهو، ما يتوحش. هو يا حبيبتي كلامي يكون زعلك؟ انا اذني. ياسمين، ياسمين، ياسمين. ايوه يا مجدي. التخريب حبيبي. اهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. جوزك مش كده؟ ايوه. طب ما تنسيش. مين دي يا حبيبتي؟ دي واحدة أنا أعرفها من زمان، كانت جيت باركلي لما عرفت إن أنا اتجوزت. أيوه بس يعني شكلها كده مش ولا بد يعني. وأنا هعمل لها إيه؟ كانت بتقول لك ما تنسيش عليا. كان قصدها أرد لها الزيارة. والكارت ده بقى فيه عنوانها؟ آه. اسمعي بقى، من هنا ورايح زيارات ممنوع، تعب ممنوع، حضرتك لازم تستريحي عشان في بيبي جاي مش كده؟ ايه دي الحقيقة انت؟ من سنين طويلة وانت طفلة صغيرة والدتي غواها الشيطان وحبت، فنسيت انها زوجة وام، وسابت البيبي اللي فيه وجريت ورا حبيبها. بعد كام شهر اكتشفت انه كان بيخدعها فقتلته ودخلت السجن. وطبيعي لما كنت بتسالي عليها كأي طفله صغيره بتسال عن امها كنا بنقول لك دي ماتت. والاحسن يا بنتي عشان مصلحتك ومستقبلك نسيها على طول.
ماما يا حبيبتي يا ماما انا مستحيل اسيبك كده مستحيل. كفايه اني شفتك وسمعت منك كلمه ماما بيعندي بالدنيا كده. لا يا ماما انا هقابل صاحبه الشقه واجرها لك انت لوحدك واجيب لك حد يخدمك. لازم اعوضك كل السنين اللي راحت. ياسمين 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 مفيش حد هنا ولا ايه؟ سيدة سيدة الست فين؟ خرجت. خرجت من امتى؟ بعد حضرتك بشوية. ما قالتش راحت فين؟ لا. طب اعملي فنجان قهوة. حاضر. مجدي ايه اللي جابك بدري؟ انت كنت فين؟ خرجت اشتري شويه حاجات. واشتريتي حاجه؟ مفيش حاجه عجبتني. عن اذنك هغير هدومي. ليه رحت لها يا بنتي؟ ازاي اعرف ان ليه امي ما شفتهاش؟ وبعد ما شفتيها؟ قلبي مش مطوعني اتكلم عنها. مستقبلك وسعادتك اهم. وهتيجي منين السعاده وانا عارفه ان ليا ام وبتتعذب؟ حتى بعد كل اللي قلتهولك عنها؟ دي ام مش انا اللي هحاسبها، ربنا هو اللي هيحاسبنا كلنا. انا مش مطمن يا بنتي وخايف لجوزك يعرف. ربنا يستر. مدام ايوه موجوده. لحظه واحده ما تقفليش السكه. الو ايوه انا ياسمين. ايه والدتك في حاله خطره، جالها هبوط مفاجئ. جبت لها الدكتور ما طمنيش. انا من رايي تيجي تاخديها توديها مستشفى. انا مش عايزه مصايف في شقتي. انا جاي على طول. اللي دخل الديل ساكنه هنا بقالها كام يوم بتيجي الشقه اياها. خليك انت هنا. اتفضلي يا حبيبتي. ماما فين؟ سلامتك ماما. ايه يا ماما حسيت بايه؟ اللي جابك السعادة حاسه بايه ماما؟ قومي يا ماما قومي اوديك المستشفى. يا حبيبتي ملوش لازم. اشكرك. الدنيا ليلي وما افتكرش هيطلع لها نهار. يا ابني مفيش داعي للقلق، الغريب حجته معاه. يا بابا الساعة بقت 12.
مش متعودة تتأخر كده أبدا. لازم في عذر. كانت اتكلمت في التليفون. اتفضل. انت متأكدة ما قالتلكيش رايحة فين؟ أبدا والله. الست اللي كلمتها دي ما قالتلكيش تبقى مين؟ أبدا، هي كلمتها من هنا والست نزلت على طول. الو، ايوه انا. ايه؟ طيب حاضر حاضر. في ايه يا بنت؟ مفيش يا بابا، مفيش. قصرت معاكي في ايه؟ ايه اللي كان ناقصك؟ ايه اللي كان ناقصك يا ياسمين؟ انطقي. كنت عند مين؟ انا اقول لك اني مظلوم، مش هتصدقني. اسمعي يا بنت الناس، اول معرفتنا كانت في الشارع، واخر معرفتنا هتبقى برضه في الشارع، عشان اللي زيك مش ممكن تعيش الا في الشارع. يلا. أنني لم أخدعك في يوم من الأيام، ولكنه الزمن، الحقيقة كلها عند عمي، اسمعها منه حتى النهاية مهما كانت مرة. أنا لا ألومك، وأرجو منك المغفرة ومن والدك الكريم السماح. عندما يصلك خطابي أكون قد أصبحت مجرد ذكرى في حياتك. وداعا وداعا، بسم الله. ضاعت مني في يوم وليلة، واتحرمت منها، وبقيت مجرد ذكرى، ذكرى عايش بيها وليها طول عمري. كبير، بس لازم تخلي بالك.
الحكايه دي عندك حق. انا متاسف. طلع فلوس انت قولي متاسف. ادي فلوسك يا سيدي وحقك علي. تصور لقيته لازق في ايدي. هو اللي لازق في ايدك ولا ايدك اللي لازقه فيه؟ لا والله هو اللي لازق في ايدي. خد ادي فلوسك اهي. هتبص يا حبيبي. يلا حبيبي. انت اللي كنت عاوز تعلق القرش بتاعي. يا راجل حرام عليك انت لسه فاكر. انا نسيت الموضوع ده خلاص. انت بتعزف هارمونيكا؟ انا بحبها اقول لك مش عارف اتعلم عليها. طب وريني وريني. مش مانع بس مش الاول نتعرف على بعض. انا اسمي مجدي. وانا كمان اسمي مجدي. اسمي حلو انا بحبه قوي. وانت قاعد مع مين هنا يا مجدي؟ قاعد مع انكل وطنط. وبابا وماما؟ ماما بتشتغل في المستشفى وبتيجي كل خميس وجمعه. وبابا؟ من يوم ما اتولدت ما شفتوش. انت قاعد برضو هنا مع انكل وطنط؟ تقريبا. وباباك ومامتك؟ بابا في مصر وماما توفت من زمان. يعني انا ليا ماما ومش بابا. انت ليك بابا ومالكش ماما. ولا يهمك بركة فيك. يلا علمني بقى. اللي معاك ده؟ ها؟ عرفت معرفك بيه. حضرته بقى يبقى الاستاذ مجدي صاحبي. حضرتها يا سيدي تبقى الانسه منى. اهلا يا مجدي. مش يلا يا مجدي احسن نتاخر. حاضر. شوف بقى يا استاذ انا مضطر امشي عشان معزوم على الغدا. لكن اذا جيت لي بكره زي دلوقتي هعلمك كل حاجه. كلام رجاله؟ يا سيدي كلام رجاله. ايدك بقى على النضارة ولا هتلزق في ايدك زي القرش يا حيدي. بكرة يا استاذ ما تنساش. مش معقول الولد ده.
انت عرفته ازاي؟ صدفة، اتخبط فيا وراح لسانه سايب وعليه لماضة. والنكتة بقى على لماضته دي طلع اسمه مجدي. بتحب الولاد يا مجدي؟ لما يكونوا زي الولد ده طبعا يتحب. يعني ناوي نص دستة بإذن الله، بس ربنا بقى يقوينا ويدينا الصحة. طب كل بقى وبلاش قوي. انت بقيت هايل. حلو بس رماله ومسيح. لو فضلت على كده هتبقى موسيقار كبير ومشهور كمان. مشهور وعندك فلوس. مالك يا مكي؟ انا كده اما انبسط شوية او ازعل تيجي نزل غطة. وبعدين معاك يا مجدي يا صغير كده كده تاخد مني مجدي الكبير. حقك علي. يعني مش هتزعل لو خدت منك وروحت؟ لا مش هزعل، بس خلي بالك من انكلي قبل حسن بحبه قوي. عمي الحمد لله على السلامة يا عم. اسكندرية نوار. اهلا يا بابا. اهلا اهلا. على فكرة انا قريت خلاص الفتحة مع عمك عشان تعرف انك مش انت بس اللي بتعمل مفاجآت. على طول كده من غير ما تاخدوا رأينا؟ ايه عندكم اعتراض؟ والله اللي تشوفه حضرتك. مبروك يا مجدي. الله يبارك فيك. اسمع تهيألي ترجع معايا مصر بكرة عشان تلحق توضى من الفرح. الله اللي تشوفه حضرتك. ايه ده يعني؟ مش تروح تبص على وسطك؟ مبروك يا منى. مبروك يا مجدي. ازيك يا امك؟ صباح الخير يا حبيبي. معاك يا امك. أهلاً. أنا عملت حاجة زعلتك؟ أنت؟ بالعكس حبيبي بالعكس. أنت أنت رجعتني السعادة اللي اتحرمت منها سنين طويلة. أمال إيه اللي مزعلك؟ أصلي مضطر أسافر بكرة، مع إني ما كنتش عايز أسيبك أبداً. هتسافر؟ غصب عني عشان الشغل. يعني مش هشوفك تاني؟ كل ما اجي اسكندريه هبقى اسال عليك. قصتك هتوحشني. انت اللي هتوحشني. يلا يا استاذ عشان تتعشى. ماليش نفس. واذا قلت لك عشان خاطري؟ برضه ماليش نفس. روح انت المسرح وانا اكله. اروح ازاي بس؟ ده الواد ده اخس في نص كيلو. اودي وش من امه فين؟ خلاص اما تيجي ماما ياسمين هقول لها ان مجدي مش عايز اسمع كلام. ايوه هقول لك. على فكره ما تتاخرش عشان نروح انا ماما المحطه. اسمع بكره انا مش فاضي، حضرتك هتستنى ماما هنا في البيت. والله انت مش جدع. مش جدع.
مش قادر افهم بس انت زعلت ليه؟ دي مره واحده بس عايز استناها في البيت. انا زعلان من حاجه تانيه. حاجه تانيه زي ايه؟ ارجوك سيبني لانك مش هتفهمني. يا سيدي هفهمك والله هفهمك بس قول. صاحب اللي بيحبني وبحبه سيبني ومسافر. نعم يا اخويا دي حلوه دي. مش قلتلك مش هتفهمني. جايز اشوفك قبل ما تسافر واديك الوردة دي عشان تفكرني. يا حبيبي انا عمري ما هنساك. ولا انا. على العموم بقى النهاردة الخميس وزمان مامتك جاية من السفر زي ما انت قلتلي وانا متأكد انك هتهيص معاها يا عم وتنساني. دي اول مرة ماما توصل فيها من غير ما اكون مستنية على المحطة. ليه؟ عشان انت قعدت مش فاضي معايا. يا حبيبي و القطر هيوصل الساعه كام؟ الساعه 11. انت عارف المحطه؟ ايوه. تحب اوصلك؟ اجي معاك. ياسمين انا مش مصدق عينيا. انا ظلمتك وظلمت روح. اللي يحب دايما يسامح. انت سامحني عشت في قلبي وفكري وانا رحلتي مع الايام ما نسبنيش حبك ابدا. سامحيني يا حبيبتي سامحيني. انت بابا ابني الحبيب.